بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم طالبات الصف السادس الابتدائي في شرح مادة الحديث. نبدأ بإذن الله بشرح درس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تمهيد: من الصحابي؟ وهل كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الصحابة؟ يبين ذلك التعريف الآتي: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فضل الصحبة: جاء في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدة آيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين عظام فضلهم وعلو منزلتهم رضي الله عنهم، ومن ذلك قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأيضا من الأحاديث التي جاءت في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ننتقل إلى حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، الاقتداء بهم، موالاتهم ومحبتهم، ذكر محاسنهم والثناء عليهم والإمساك عما شجر بينهم، الترضي عنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم. ومن مظاهر توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الترضي عنهم عند ذكرهم، الثناء عليهم، نشر فضائلهم، تقديم قولهم على غيرهم ممن جاء بعدهم، الحذر من سبهم وتنقصهم وعدم احترامهم، أن أهل البيت الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به هم من جملة الصحابة. تعلمت أن خير الأمة بعد نبيها الصحابة رضي الله عنهم. من حقوق الصحابة رضي الله عنهم محبتهم والثناء عليهم والاستغفار لهم واعتقاد فضلهم والاقتداء بهديهم. ننتقل إلى الدرس التالي بعنوان النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. نبين الآن معاني الكلمات. ما معنى لا تسبوا أصحابي؟ أي لا تتعرضوا لهم بالشتم والتنقص. أصحابي، من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ما معنى فوالذي نفسي بيده؟ قسم بالله، فالله هو الذي بيده قبض الأنفس بالموت. ما معنى مثل أحد ذهبا؟ أحد هو جبل معروف من جبال المدينة، والمراد لو تصدق بوزن ذلك الجبل من الذهب. مد أحدهم، المد كما ترين في الصورة أمامك، المد هو ربع صاع ويساوي 750 جرام تقريبا. نصيفه أي نصفه. مما يستفاد من هذا الحديث فضل الصحابة رضي الله عنهم وعلو منزلتهم عند رب العالمين. النهي عن سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعد من الفواحش المحرمات وكبائر الذنوب. أعمل الصحابي في النفقة والجهاد أفضل من غيره، لأن نفقته وجهاده كان في وقت الضرورة، ولأنه كان لأجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون لمن جاء بعدهم. من أسباب مضاعفة الصدقة وإخراجها في زمن حاجة الناس. تعلمت أن سب الصحابة رضي الله عنهم من كبائر الذنوب وفواحش المحرمات. فضل الصحابة رضي الله عنهم وأن صدقة أحدهم خير من صدقة غيرهم، وعمل أحدهم خير من عمل غيرهم. انتهينا من شرح مادة الحديث. نلتقي بإذن الله على خير. في أمان الله.